وردت عدة رسائل لبرنامج علم وخبر بتطلب فتح ملفات كسارات عين دارا اللي بتتسبب بكارثة بيئية لا تعوض، بالإضافة للمخاطر الصحية اللي عم يتعرض لها سكان المنطقة. وطلبت الرسائل الكشف عن ما يقوم به الفتوش في المنطقة، وأكيد علم وخبر راح يتابع هيدي القضية. بالعودة لموضوع فقرتنا بالحلقة، كيف ممكن انه تبلع البحيره خيين بتدعي، وليش البحيره بتتحول لسبب موت؟ وبنفق سليم سليم حادث مفجع وحوادث متنقله في كل مكان. خلينا نشوف هيدا التقرير. مين منا ما بيتذكر هالمشاهد من العام الماضي وقت انفجرت أربع بحيرات بالعقورة بقضاء جبيل، حيث أغرقت المياه البلدة، كما ألحقت السيول أضرار كبيرة وصلت لمليوني دولار من الأملاك والمزروعات. السيول اجتاحت المنازل إضافة إلى أقفال الطرقات بفعل انجراف الأتربة، علما أن البرك أنشئت بطريقة غير قانونية، لأنه حسب الخبراء بهالمجال بتشكل البحيرات المبنية على أراضي منزلقة وغير مؤهلة للبرك خطر كبير على المواطنين، فهي غير صالحة أيضا للسباحة، وذلك سبب عدة حالات غرق. مش بإيدي، الله أخذهم مني، يمكن هو أحق فيهم مني. لك سرطان انت فتالك من بعد بده يسهم. وكانت اخيرهم الفاجعة يلي حصلت ببتدعي بعد غرق الطفلين الشقيقين انطونيو وإليا حنا اسكندر ببركة مزرعة ابو صليبة دير الاحمر. ما كان المقصود من الطفلين السباحة بالبركة، بل اللهو والتقاط الصور من حولها، وحدث لحدث اسر انزلاقهم من على الضفة ليقضوا غرقا على عمق 12 متر. لو غسلت لهم اليوم ما رح يلبس الغسيل. نحن هون أمام مشكلة كبيرة، لأنه البرك المنشوقة بمعظمها بطرق غير قانونية وما بتستوفي الشروط والمواصفات اللازمة بمنع انجرافها أو حتى السكوت فيها، مثل ما صار مع أنطونيو ابن 15 سنة وخيو إليا اللي كان عمره 13 سنة ويلي فقدوا حياتهم بهالبساطة. بهالفقرة معنا السيد سمير يزبك رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالمديرية العامة للدفاع المدني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني ما فينا إلا ما نبكي ونتأثر قدام حرام، يعني 13 سنة و15 سنة. شو بنقول عن الحادثة؟ هل هي إهمال؟ هل لازم إنه بحيرة تكون مفتوحة يقدر حدا يقدر يعني يقطع ويتعرض لأنه يغرق فيها؟ حضرتك انت كنت موجود يعني، ويعني حاولت الانقاذ، خبرنا شو صار معك. نحن كنا قراب الحديث، يعني تقريبا كنا بمنطقه زحله. نحن المراكز عندنا منتشره على طول الشط اللبناني. نعم. نحن انقاذ البحري اللي هو مركز رئيسي عندنا بجوني، عندنا بالجيه، عندنا بالعبده، بالبترون، وبصور، وهلا كمان عم نحضر لشيء اسمه مركز بمنطقه زحله. ثابت انه كنا بزحله الساعه 12 بالليل. نعم. بيجينا الاتصال من غرفه العمليات بالمديريه العامه للدفاع المدني، قالوا لنا انه في اثنين ضايعين. نحن انه ما عندنا خبر انه في اثنين انه غرقانين، هن الضيعه كلها بتعرفوا اهالين انه هالشخصين ضايعين. توجهنا على المكان اكيد من بعد توجيهات مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، ابلغناه لانه شغله خطره بالليل، كانت الساعه 1:30 وصلنا. وصلنا ونزلنا على البحيره. انا ما كنت مأكد انه بالبحيره، بس شفنا انه محل انه في مثل دعسات يعني بتصير نزه، هي ناقصه البحيره شوي صغيره، ملبسينها بشكل تبي بالسجاد كاوتشوك مشان انه يحافظوا على كميه المي اللي هي موجوده. طلبت انا من الاهالي اذا في حال انه كان حدا انه بيقربهم، او قلت لهم انه ان شاء الله يكون انه منهم هون، بس انا يعني فكرت انه يعني بس شفت الدعسات يعني هيك قلبي نقزني انه لازم يكونوا بالبحيره. طلبت انه الاهالي يبعدوا، وعلى اساس انه بعدوا الاهالي وهيك. نزلت على البحيره، مشيت انا تحت المي، صرت على عمق 12 متر. بشوف لي فجاه يلي هو
شغلي يعني ما كنت منتظر انا يعني عمل لي تقريبا ب 18000 مهمه وشيل اثنين وثلاثات واربعات من برك وبحيرات ومهمات قد ما بدك، بس المنظر اللي اثر فيه كثير هو طفلين غامرين بعضهم بهذا الغمق، غامرين بعضهم لانه بس اني غرقوا، يعني حدا انا بقول غرقوا مع بعض، يعني غرقوا مع بعض، حدا غرق ونزل خيو عم بخلص بهالوقت الاثنين بس يكونوا عم يغرقوا، غريزي انه يتلقطوا ببعض، بده واحد يخلص الثاني، كانوا ملقطين بعضهم فكيتهم عن بعض، انا يعني كان الخد على الخد وغامرين بعضهم بهالطريقه هي، هو واللي صار انه ما قدرت انه اشيل شخص لحاله اللي هو اللي اثر اكثر شيء شفناه على التواصل الاجتماعي، يعني تسربت طلعت فيهم انا على سطح المي وقربت فيهم على ضفي، شفنا الصريخ والى اخره، ما كنت هيك انه ما كنت مستنظر انه انا بدي اوصل لهالمرحله هي انه اعصابي تلفت فوق، لانه صاير معي حوادث كثير انا والعالم بتعرف انه قديش عمي، بس المنظر تحت المي بحس فيها اللي هو عنده اولاد طبعا، في عنده عائله، انا في عندي صبيان، الله يخلي كل الناس، الله يخلي لك، وانا بعزي الاهل وبعزيكم انا وبعزي كل شخص ضحيه يعني كان بالبحر او بالنهر او باي بحيره. عن جد يعني طريقتك ويعني حتى تاثرك بهالمشهد هيدا، يعني انه هيدا عمل انسان انتم دائما عم بتقوموا فيه، ولكن هيدي اللحظات يمكن ما بتقدر تنسيها، يعني يمكن بحياتك. نحن بنقول الله يرحمهم ونتأسف، حرام شابين صغار. معنا والد الشابين الصغار سيد حنا اسكندر، ما بعرف شو بدي اقول لك سيد حنا، مساء الخير سيد حنا. نعم. هيدا البحيرة، هل انه شي مره فكرتوا انه ممكن انه تسبب يكون في حاله غرق وفاجعه عندكم بالعيله بهالشكل من وراها؟ لا لا ابدا، انا اولادي كل يوم كانوا يروحوا لهونيك. نعم. ويقولوا لي يا بابا البركه مسيجه، ما تخاف علينا، في غرفه حدا هونيك برا. نعم. نقعد فيها مع اصحابنا. نعم. ولا مره اجاني فكر انه البركه ما لها شي سياج. نعم. اللي اكتشفناه بعدين انه السياج واطي. وفي محل الاولاد بيوطوه بفوتوا منه. طيب ما كان في حدا يعني بيجي بيكشف على هالبركه من الوزارات المعنيه؟ مين اللي مشيد هيدي البحيره، يعني لاي وزاره من الوزارات تابعه؟ والله ما بعرف، يمكن المشروع الاخضر او شيء، ما عنديش فكره، انا مش شايفها ومش رايح عليها. ومستلمتها ما بعرف مين، اهالي بلديه المنطقه هونيك، ما بعرف مين انه هو المسؤول عنها. سيد حنا نعم سيد حنا، انت اليوم يعني هيك شو بدك تحكي، شو بدك تقول يمكن لكل شباب صغار باعمار اولادك انه يقدروا يتفادوا مخاطر معينه؟ عم بتصير في كثير حوادث، وهلا كنا عم نحكي انا وسيد سمير قديش كمان عم بيصير في حالات غرق اوقات، خاصه بموسم الصيف، من ألمك ومن الفاجعه اللي انت عم تحكي فيها، شو بتتوجه للشباب الصغار، شو بتقول لهم؟ أنا بتوجه لكل بي وأمي ينتبهوا هيك لأولادهم أكثر، يرعوا أولادهم، كل ما دعسوا دعسة يقولوا لهم لوين رايحين. نعم. أنا أولادي على أساس حدي وكنت عم بحكي أنا وياهم طلبتهم ما لقيتهم. نعم. بطلب من كل بي وأمي ينتبهوا لأولادهم كثير ويصلوا لهم ويصلوا معهم كل يوم ويحطنوهم، يعني ما يهملون. نعم. هلا مثل ما قال بدي، بس انه لازم واحد يحتاط، الاحتياط واجب، وما بعرف انه شغله ما لازم تصير. نعم. مع كل بيهم، وان شاء الله ما الله ما يلوح حدا ان شاء الله. انا الله دخيل اسمه جربني، بس عندي ايمان انه هني بالسما. يعني شو بدي اقول لك، بدي اعزيك وما تلوم حالك، يمكن هيدي يمكن مشيئه ربنا، ولكن لا الاحتياط واجب مثل ما قلت. شكرا لك، وفاصل اعلاني ومنتابع الحلقه.